قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب أنه اكتشف إصابته بمرض سرطان الرئة منذ شهرين ويخضع حاليا للعلاج بالقاهرة. ده الممثل والمخرج المصري زكي فطين عبد الوهاب. وأكد زكي في تصريح خاص لمصراوي أنه سوف يستكمل علاجه بالقاهرة ولم يفكر حاليا في السفر للخارج، وأشار إلى أنه بصحة جيدة وحالته النفسية جيدة للغاية، ويتعامل مع المرض أنه دور برد عابر دون أن يؤثر الأمر على نفسيته، فلم يقلق ولم تتأثر نفسيته بعد اكتشافه المرض. ده زكي فطين عبد الوهاب مع والده المخرج فطين عبد الوهاب. يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك إصابته بمرض السرطان بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس، وعلق أصدقائي الأعزاء: صورتي دي مش نيو لوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إن عندي سرطان في الرئة من شهر، ربنا يشفيه، بس أنا تمام وبتعالج وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال. دور برد وهيعدي، وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق. ده البوست اللي حطه 10 مايو 2019، وده هنا صورته، حط صورته مع البوست وهو حليق الرأس. زكي فطين عبد الوهاب مولود 18 فبراير 1961، مخرج مصري وابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب. هنا مع والدته ليلى مراد الفنانة المحبوبة ووالده فطين عبد الوهاب هنا وهو صغير. تخرج في المعهد العالي في السينما قسم الإخراج عام 83، وعمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثاني في أهل القمة. وفي عام 1981، وبعد أن انفصلت سعاد حسني من علي بدرخان، تزوج زكي فطين عبد الوهاب منها، وذلك حين كان طالبا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما. جوز سعاد حسني. وصرح الممثل والمخرج زكي فطين عبد الوهاب أثناء استضافته في برنامج سمر والرجال على قناة القاهرة والناس أنه تزوج من الفنانة الراحلة سعاد حسني فترة لم تدم طويلا. طبعا الفنانة المحبوبة سعاد حسني الله يرحمه. وأوضح أنه وقتها كان لم يزل طالبا بمعهد السينما، وتعرف عليها أثناء تدريبه في فيلم أهل القمة، وعندما انفصلت هي وعلي بدرخان تزوجت منه. وأضاف أنه كان الذي بدأ بالتعبير عن إعجابه وقال: شيء طبيعي جدا، فإذا كنت تحب سعاد حسني لا بد أن تبدأ أنت أكيد طبعا. وأشار إلى أنهما انفصل بعد أشهر قليلة وأصبح أصدقاء، ولفت إلى أن سعاد حسني لجأت إليه ليواسيها عند وفاة الشاعر صلاح جاهين. دلوعة السينما. زكي عبد الوهاب هو نجل النجمة الراحلة ليلى مراد والمخرج الكبير فطين عبد الوهاب. وقال الفنان زكي فطين عبد الوهاب في لقاء مع منى الشاذلي، كشف أسرار غريبة، أن والدته ظلمت كثيرا في حياتها ولم تحن لها الفرصة للرد والدفاع عن نفسها، موضحا أنه فوجئ قبل وفاتها ب3 أسابيع بعنوان على أحد الجرائد يحمل اتهاما للفنانة الراحلة بالتجسس لحساب إسرائيل، وأنه قرأ الصحيفة ليفاجأ بعدم وجود أي دليل على تورط والدته في هذه الجريمة، ولكن المانشيت الرئيسي للجريدة حمل المعنى من باب الدعاية فقط. وأشار إلى أن والدتي شعرت بألم كبير بعد قراءتها للجريدة وانهارت بشكل كامل بعد ذلك الاتهام الشنيع، منوها إلى أن والدتي كانت في سوريا حين اتهمت بتلك الشائعة. دي المطربة المحبوبة ليلى مراد. كما أكد زكي فطين عبد الوهاب أن والدته الفنانة الكبيرة ليلى مراد واجهت بعد اعتزالها أزمات مادية قاسية، واضطرت لبيع جميع ممتلكاتها تقريبا، وانتقلت من منزل لآخر إجبارا بسبب المشاكل المادية التي قابلتها، والتي أدت لبيعها عمارتها التي سميت باسمها ليلى مراد وفيلا.
وأضاف للإعلامية منى الشاذلي على قناة سي بي سي أن والدته تزوجت الفنان أنور وجدي في عمارة الإيموبيليا. أما حينما تزوجت والده كان في منزل بالجيزة، ثم انتقلوا إلى عمارة ليلى مراد، وبعدها بثمانية سنوات باعت العمارة وانتقلت إلى فيلا جاردن سيتي، ثم باعتها واشترت شقة في ذات المنطقة ولكنها لم تحبها. بعد الفيلل اشترت شقة. كما أوضح زكي فطين أن ليلى مراد لم تنتقل بين أكثر من مسكن عن طيب خاطر، بل اضطرت لذلك بعدما دفعها لذلك ارتفاع الأسعار ورغبتها في الاحتفاظ بمستوى معيشة الأسرة إلى بيع عمارات وفيلات، منها فيلتها الأخيرة في جاردن سيتي. مأساة. وأضاف زكي فطين أن والدتي لم تحب الشقة التي أقامت فيها في جاردن سيتي، وأحست بأن الظروف أجبرتها على الإقامة بها. ومما زاد من شدة المشاكل المادية أنها لم تكن تحصل على حقوق الأداء العلني التي كانت تذهب إما للمؤلف أو للملحن. مين يصدق أن ليلى مراد باعت ممتلكاتها؟ زكي فطين عبد الوهاب أكد أن اعتزال والدته مع ارتفاع الأسعار كل فترة ومحافظتها على الاستقرار في مستوى معين مع عائلتها أدى إلى اضطرارها لبيع هذه العقارات التي امتلكتها، لافتا إلى أن عقليتها لم تكن تجارية. هنشوف أسرار تانية عن ليلى مراد وأنور وجدي. تعتبر ليلى كلمة السر التي فتحت لأنور وجدي الأبواب على مصراعيها، فلم تكن مجرد زوجة له، بل كون أنور وجدي مع ليلى مراد أحد أشهر الثنائيات التي عرفتها السينما المصرية في عصرها الذهبي. واستفاد أنور وجدي كثيرا من زواجه بليلى مراد، حيث قدمته كمخرج لأول مرة في فيلم من بطولته لأنها كانت أكثر شهرة منه حينها، وبعد الزواج احتقرها بالكامل ليقوم هو ببطولة جميع أفلامها وأيضا إخراجها وإنتاجها. وكانت ليلى مراد تتهاون في أجرها باعتبار أن المنتج زوجها، ولكن زواج ليلى وأنور مر بأزمات كثيرة ما بين غيرة فنية واستغلال وعلاقات نسائية، حتى كانت النهاية الزوجية بعد زواج دام 7 سنوات بتوقيع ليلى مراد. تبدأ القصة حين دخلت ليلى إلى الاستوديو لتلعب دور البطولة في فيلم روميو وجولييت أمام المطرب إبراهيم حمودة. وذات صباح وهي تجلس في غرفتها جاء من يقول له أنور وجدي في الاستوديو يريد مقابلتك، ولم تكن التقت به من قبل. وحين دخل عليها تحدث عن هدفه مباشرة دون لف أو دوران، قال لها وضعت كل ما أملك من مال مع مجموعة من الشركاء لإنتاج فيلم ألعب بطولته أمامك ويخرجه كمال سليم. قالت ليلى أنا أجري كبير جدا. رد أنا حطيت كل فلوسي في الفيلم ده، مش عايز غير ليلى مراد. قالت له أنا أجري 15,000 جنيه. رد أنا ببدأ حياتي وأنت لازم تساعديني. وافقت ليلى على إلحاحه بأن تلعب أمامه بطولة فيلم ليلى بنت الفقراء، واقترحت عليه أن يخرج الفيلم بدلا من كمال سليم الذي داهمه المرض فجأة قبل التصوير بأيام. كان وقتئذ ممثلا يلعب الأدوار الثانية، وكانت هي نجمة ملء السمع والبصر. وأثناء التصوير اصطحبها ذات يوم بعد انتهاء العمل في سيارته، قال لها يا سلام يا ليلى، لو اتجوزتك وعشت معاك على طول. صعقت ليلى علقت ساخرة، يا مرة واحدة كده؟ رد وفي ايه يعني، اهو ساعات ربنا بيستجيب دعاء الواحد. ثم ترك عجلة القيادة رافعا يديه الى السماء صائحا بأعلى صوته يا رب تتجوزني، تتجوزيني يا ليلى. وانفجرت ليلى ضاحكة وفي لذة شديدة بدأت تشعر بهذا الغريب الذي يغزو القلب. وبعد أيام من قوله لها تتجوزيني يا ليلى كانت قصتهما معا حديث الوسط الفني كله، وتزوجا قبل أن ينتهي تصوير ليلى بنت الفقراء، وكان الزواج في أكتوبر 45 وأحدث ضجة كبيرة. واستغل أنور ذكائه في زواجه من ليلى، وذلك حين قرر أن يكون مشهد الزفاف في الفيلم هو نفسه مشهد الزفاف الحقيقي، وتم إحضار مأذون للاستوديو حيث تم عقد القران داخل البلاتو.
وارتدت ليلى الفستان الأبيض والطرحة البيضاء، واستخدم مشهد الزواج الحقيقي كجزء من الفيلم في نهايته، وأعلن ذلك للجمهور ليكون مشهد زفافهما صاحب أعلى نسبة مشاهدة وقتها. كم لايك وكم شير؟ إذا عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.